أمين أندلسي، كما تعلمون هناك سباق محموم بين مختلف شركات الطيران عبر مختلف دول العالم لجلب الزبائن عبر خدمات راقية ومميزة. كيف تقيمون خدمات الجوية الجزائرية لاستقطاب زبائن أكثر ومنهم السياح، خاصة مع تقديم السلطات العليا للبلاد وأيضا السلطات العمومية تسهيلات لمنح التأشيرات؟ فيما يخص الخدمات من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، كان أزمة كورونا أثرت سلبيا على الخطوط الجوية الجزائرية اللي ما سمحت لناش باش نشتغل بصفة عادية. قعدنا أكثر من سنتين وحنايا في عملية إجلاء، عملية رحلات جزئية. بدينا الحركية عندها تقريبا واحد 7 شهور ملي عاودنا رجعنا للريتم اللي كنا فيه. من خلاله رانا نديروا عملية تكوين بالنسبة للمضيفين أو بالنسبة للناس اللي تعمل في اللونجستريومون، هذا يسمح لهم باش يعاودوا يكون عندهم المستوى الكافي باش يقوموا بالزبائن. فيما يخص تكلمنا عن التسهيلات التي قدمتها الجزائر لمنح التأشيرات، كيف تتعاملون مع هذه؟ هل فيه طلبات زائدة مثلا بعد خروج هذا القانون؟ أكيد أن السلطات العمومية جسدت الإرادة تاعها من خلال هذه التأشيرة الإلكترونية. الجزائر ثروات سياحية كبيرة، عندك أيضا أنه الآن في العالم هو يتكلموا على صناعة سياحية. حنايا بالأسطول الحالي رانا نديروا في مجهودات كبيرة باش نجيبوا السياح الى الجزائر، لكن ان شاء الله مع الاسطول الجديد اللي راح نقتنيه وتكون عندنا امكانيات اكثر لفتح خطوط داخليه من اوروبا الى الجنوب، تكون امكانيات اكثر لفتح خطوط جديده لعده مدن جنوبيه.